لا تزال الحلويات تحظى بإقبال كبير من المواطنين وخاصة في الحفلات والمناسبات. افتتاح فرع جديد لحلويات الأمراء في فرع مذبح جاء وسط حضور وإقبال كبيرين. الأمراء اسم متجدد في عالم الحلويات، يسعى إلى تقديم خدمات متميزة في الأفراح وجميع المناسبات. ومن أجل انتشار أوسع، تم افتتاح فرعه الرابع الجديد في الشارع العام بحي مذبح جوار نادي الشعب صنعاء، حيث يقدم خدماته لزواره وبأسعار تلائم متطلبات شرائح المجتمع كافة. أشكر كمان الجماهير المتوافدة والذي تعاونت معنا بصورة يعني طيبة. احنا اصحاب حلويات الامراء 20 سنة من التميز، واسم له معنا، اسمنا كبير وتعاملنا بسيط. هناك اسعار مناسبة تتناسب مع الزبائن، دقة بالمواعيد، جودة، ايضا ايادي نظيفة وامينة. الحلويات بأشكال وأحجام مختلفة، معجنات شامية والكيك والكعك، وكذا قوالب الجاتوها الجميلة، بالإضافة إلى القسم الخاص بمرضى السكري. كلها خدمات ومميزات جعلت فرع الأمراء الجديد يحظى بارتياح شديد من المواطنين وأهالي المنطقة. الحلويات ما شاء الله حلوة، ما شاء الله روعة، بس الله يكون تحت المواطن يقدر يشتري، لأن هذه الأيام أزمة، يلا كل واحد القوت الضروري. ما شاء الله معهم حلويات حالية وأسعارها طيبة، وكتموا لها جوار مذبح حلويات مميزة. الفرع الجديد شكل أيضا إضافة خدمية لأهالي حي مذبح، وجعل الكثير من المواطنين في غنى عن الذهاب إلى قلب العاصمة لاقتناء الحلويات. جيت من المحويت لكي أشارك الأمراء، أنا أعشق الحلوية حق الأمراء عشق، لي 11 سنة أتعامل مع حلوية الأمراء بالفروع الثلاثة وهذا الفرع الرابع الآن في مذبح، تغطية لمنطقة مذبح بالكامل. استعداد تام لتلبية جميع متطلبات الاحتفالات والمناسبات كافة، هذا ما أكده القائمون على حلويات الأمراء، تبقى الحلوى حاضرة حتى في ظل العدوان والحصار، كما هو عليه الحال في الأفراح والمناسبات. تامر عبد الوهاب، آل يمن اليوم.